سقوط أو وفاة فضيلة الشيخ الإمام العلامة محمد عمرو ابن عبد اللطيف، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع في الجنة درجاته، وأن يجعله من حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، هذه القضية قضية تمس الأمة، ونحن حين نتكلم في بناء الأمة، في إيجاد الأمة، في البحث عن التمكين، في واقع أليم مرير نحيا واقعا كما تشاهدون الآن في فلسطين، وعداوة اليهود واستئسادهم وجبروتهم وقهرهم، وإحساسنا بالذل والضعف والهوان حتى عن ردود الأفعال الواجبة في مثل هذه المواقف، ليس لنا إلا أن نقول: لكم الله يا أهل غزة، لكم الله أيها المستضعفون في الأرض في جميع أنحاء العالم. ولكن إننا لا نجمع إلى عاري الضعف والقهر عار الرضا بذلك، فلا بد من عمل، ولا شك أن العمل هو إيجاد الأمة، وإيجاد الأمة لابد من إيجاد طائفة العلماء الذين هم حراس الدين. معي الليلة فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، الله يبارك فيك. جزاه الله خيرا أن استجاب ولبى وأكرمني بالحضور، جزاه الله خيرا، وهو مدرس الحديث في كلية أصول الدين. الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن ينفع به. وكان من المفترض أن يأتي معنا الليلة فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني، ولكنه مريض، ارتفع عليه السكر ودخل مستشفى الحسين الجامعي. أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يرفع عنه البلاء، وأن يتم عليه العافية. اللهم اشفه واشف كل مريض مسلم، اللهم عافه وعاف كل مبتلى يا حي يا قيوم. وكان من المفترض أيضا أن يأتي معنا الأخ خالد، وهو تلميذ مقرب من الشيخ، ولكنه كشيخه كالشيخ محمد عمرو اعتذر تورعا، فنسأل الله أن يهديه وأن يعفو عنا وعنه. فاستأثر الشيخ مازن بالحضور، وهذا يسعدني أيضا أن نلخص الكلام ونركز في قضية: وماذا بعد الشيخ؟ بعد الشيخ ما مات ماذا نفعل؟ وهكذا تتوالى المحن والمشاكل. موت العلماء، يعني حين نراجع 20 30 عالم في هذا العقد ماتوا من الأكابر، وهذه 10 سنين عدت من 1420 النهارده 1429 ولم نجد. بل قد توافقني شيخ مازن في أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. رأينا التافهين يتكلمون في أمور العامة فينفي أحاديث وينكر سنة ويرفض وينكر عذاب القبر، ومن يرفض الشفاعة، ومن 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 ومن، أين العلماء؟ تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد. وبعد، فبداية تفردي بمثل هذا اللقاء المبارك مع سماحتكم، الله يكرمك، جزاكم الله عنا خيرا سيدنا، يذكرني بقول أبي محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، حيث تمثل ببيت من الشعر قال فيه: خلت البلاد فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. فلست أهلا أن أجلس بين أيديكم متعلما، يعني حتى أجلس معكم محاورا. الشيخ مازن، أنت شيخنا وأنت متواضع. لست كذلك، ربنا يكرمك سيدنا، الله يكرمك سيدنا، أكرمكم بارك. أما فيما يتعلق بهذا السؤال، ماذا بعد الشيخ؟ أي نعم، فذكرت أمس بيتا من الشعر ينبغي أن يقع في قلب كل طالب علم موقعا، وهو قول شوقي، لعله قول شوقي: وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. نعم. فينبغي على طالب العلم أن يتصدر لمثل هذا الأمر، لأمر القلب، وأن يسعى كل إنسان يجد من نفسه القدرة والكفاءة على سلوك هذا السبيل، أن يحتسب نفسه في هذه الكتيبة التي تحفظ حدود هذه الأمة وتقف على حراستها. ينبغي أن ينضم كما يقول شيخنا الحويني حفظه الله تعالى إلى حرس الحدود، الذين يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التطاول أو المساس بشيء من شرع الله عز وجل. هذه الكتيبة يمكن أن تتطاول وقتا ما حتى تشمل كل الأمة، كما جرى ذلك في بعض العصور، بل كان هذا هو الحال في العصور الأولى. فوكيع بن الجراح لما يحدث بحديث البهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث باطل بداية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك حتى انثنى خنصراه وربى بطنه، وهذا حديث كذب باطل من أكبر المحال على مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث به وكيع مذاكرة، يقوله هكذا حتى يذاكر به الطلبة كشأن المحدثين. لما حدث بهذا قام عليه أهل مكة جميعا، أهل مكة، ورفعوا أمره للوالي، فأهدر دمه على الفور. ووكيع لم يكن يعني من الرويبضات، وكيع كان إماما، كان من كبار أهل زمانه، ولكنه لما أفلت لسانه ولم يستطع أن يعقل بعقله يعني ويكبح به جماح لسانه، وزل في رواية حديث لا يليق به صلى الله عليه وسلم، لم يقم له العلماء فحسب، بل قام له المجتمع كله وأمروا به وطالبوا بإهدار دم هذا الرجل. وأوشك القاضي أو الوالي ساعة إذن أن يقتل وكيعا، لولا أن سفيان بن عيينة تدخل، وكان بينه وبين وكيع خصومة في تلك الأيام. سبحان الملك. ولكن هذا من أخلاق الكبار، هو ده اللي احنا عايزين ننبه لأخلاق العلماء. نعم. فتدخل سفيان وقال للأمير: رجل يحدث بحديث معروف عندنا، حديث عند المحدثين. يقول سفيان: وما سمعته إلا الساعة، لكن قلت هذا حتى أفتك عنقه، لأنه زل زلة لا يقصدها. ثم الرجل يعني عفى عنه وقال: إذن يخرج من البلاد، اطردوه برا. فنوى وكيع أن يذهب إلى المدينة، فكتب أهل مكة لأهل المدينة، الجماهير صاروا هم جميعا حراسا، فكتب أهل مكة لأهل المدينة: سيأتيكم وكيع بن الجراح وقد حدث بكذا وكذا، فإن وصلكم فاقتلوه. فوقف له أهلها على بابها، فلما علم ذلك في الطريق حاول رحله إلى مكان آخر، هرب وسار في البلاد لزلة زلها، وهو إمام. فكيف الآن يتكلم هؤلاء الرواية؟ شاهد من كلامك هو تجيش الأمة ككل، تجيش نعم، بلغ الأمر صحيح بالأمة لحراسة العلم الشرعي، أنصرت كلها حراسا لكثرة دروس العلم وإفساح المجال لأهل العلم الحقيقيين أن يبصروا الناس بدينهم وما ينبغي على الناس أن يصنعونه. الأمة لما لا تكون الأمة حراسا للعقيدة، وهي ترى كبار مشيختها يعني أحرص الناس على هذا الدين، ويفرون من الفتن ومن القرب من الأماكن التي قد تجعل المرء يبيع دينه وقتا ما، ويفرون منها كما يفرون من الأسد، كما جرى ذلك لسفيان الثوري ووكيع بن ووكيع أيضا، وكيع نفسه ويرى هذا لأبي حنيفة ومسعر كما ذكر ذلك، كما ذكر هذا في مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما طلبهم أبو جعفر المنصور للولاء للقضاء، وكان أبو حنيفة قبل هذا جرت له مع أبي جعفر يعني مقاولة عظيمة، وتكلم أبو جعفر وطلبه للقضاء فأبى عليه، فأقسم عليه أبو جعفر، فأقسم أبو حنيفة ضد أبي جعفر، فقال حاجب أبي جعفر، وأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر، يعني مثله لا يستهان به أبدا. فلما أقسم على أبي حنيفة مرات ورد أبو حنيفة عليه قسم وقال: والله لا أفعلن، قال له الحاجب: أبو جعفر على رأسك يحلف فتحلف عليه؟ قال: هو أقدر أن يكفر عن يمينه مني، رجل ملك يقدر يكفر، أنا ما أقدرش أعمل حاجة.
ثم جمعهم جميعا بعد ذلك أبا حنيفة وسفيان ووكيع ومسعر بن كدام. فأما أبو حنيفة فلما دخل عليه قال له تولى القضاء، قال لا أصلح له، قال كذبت بل أنت تصلح. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت كما تقول أنت أنا كذبت، كذاب يعني، فالكذاب لا يولى القضاء، وإن صدقتني وكنت أنا صادقا فأنا لا أصلح كما قلت لك. فأرجأه جانبا حتى يخلص معه، ثم كان من آخر أمره أن قدم له السم في الشراب وهو في السجن وقتله. وأما سفيان الثوري فقال أخرج آتي بشيء، نسيت بس حاجة برا، وخرج. فقال من بجوار أبي جعفر قال لك خرج سأخرج لك، لم يقل لك سأرجع ولن يرجع. وبالفعل أخذ سفيان الثوري نعله وهرب ومات متواريا، ولم يعرف له أحد طريقا بعدها. وأما مسعر بن كدام هو من أعقل الناس، فتجانن ودخل على أبي جعفر، وكان من عادتهم إذا دخلوا على الملوك أن يقفوا من بعيد ويحيونهم بتحايا الملوك، لكن هذا دخل اخترق الصفوف وأخذه بالأحضان وقال كيف حالك أبا جعفر، وكيف حال بهائمك، وكيف حال عيالك، وكيف حال نسائك. فقال هذا مجنون أخرجوه. ففروا جميعا من القضاء. فالأمة ترى أمثال هؤلاء الكبار يفعل بهم الأفاعيل من أجل فرارهم من الفتن ومحافظتهم على علمهم ودينهم، كيف لا ترقى أمة هؤلاء هم شيوخها؟ فعندئذ تصير الأمة كلها حراسا للحدود. لا. وهذا الذي ينبغي، والذي صرنا والحمد لله نرى ملامحه الآن تبدو والحمد لله بعد يعني إفساح المجال من خلال هذه القناة المباركة لأهل العلم الكبار الربانيين أن يكلموا الأمة في وأن يردوها إلى دينها مردا جميلا. بدأت تظهر مثل هذه المعاني والحمد لله، والأمل في الله تعالى كبير بعد ذلك. نعم. طيب شيخ مازن، قضية طلبة العلم اليوم، نعم، يعني لا شك أننا بحاجة إلى أمثال هؤلاء الأكابر. نعم. يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ عطية سالم والمشايخ الكبار الذين ماتوا هؤلاء، نحتاج إلى من يحمل الراية بعده. نعم. لكي لا تسقط الراية. فصناعة هؤلاء الشباب، أنا أرى الآن بعض الشباب بيتسرع، و نعم، كما قلت أنت أن هذه القنوات لها بركات على الأمة، نعم، فلها آفات أيضا لا شك، أنه تصدر من بعض المستعجلين، صحيح، فيحرق نفسه، نعم. وقال الإمام الشافعي إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا، نعم. فالشاهد الولد وخصوصا في المصطلح، نعم، لأن المصطلح يبهر، نعم، يعني له خاصية إبهار عجيبة، فإنه يتكلم في الرجال فلان وفلان 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 ضعيف وفلان ثقة وفلان هالك وفلان، فكأنه لما يتكلم على الكبار ينتفخ، يحس بالنفخة دي إنه بيتكلم على الكبار، وثم يتشجع وقد يشجعه البعض إنه يرد على الشيخ الألباني أو يستدرك على الشيخ فلان، فحصل نوع من أنواع التعالم في المصطلح، نمرة واحد. اثنين، التسارع في التصدر، ألف كتاب وأبو فلان الأثري السلفي المحدث وهكذا. فنصيحتك لطلبة العلم في المصطلح خصوصا وأنت من أهل الحديث إن شاء الله نحسبه. أما الثانية فأسأل الله تعالى أن أكون منهم، وأنا أحسب نفسي من هؤلاء الذين نتكلم عنهم الآن. لا، الله تعالى يسامحنا وأن يغفر لنا زلتنا. لا، الله يغفر. لكن نتعلم من سيدنا الشيخ محمد عامر رحمه، أيوة، الله تعالى، نعم، عليه هذا الدرس الكبير. الشيخ محمد يعني من أثقل أهل مصر في هذا الفن، نعم، ومن أشدهم له ممارسة على الإطلاق. رجل لم يكن يعرف إلا الحديث، بالليل والنهار في الحديث، يعني في الصباح يعمل في الحديث وبالليل يعمل في الحديث، لم ينشغل عنه طرفة عين بشيء آخر، فبلغ فيه مبلغا قل. وخلينا نأخذ الفائدة دي، نمرة واحد، ألا ينشغل عنه، نعم، حديث مثل الفريق ما يحب الشريك، أي كما، نعم، يقولون. وقلنا يعني أن الشيخ الألباني نجح، نعم، لأنه حدد هدفه من صغره، صحيح، قال عايز أبقى رجل حديث فبقى رجل فصار حديث. رجل الحديث. وعمل عمر نفس، نعم، الشيء، صحيح. وأي إنسان يضع أمام عينيه هدفا محددا سيصل له يوما ما، لكن القضية هي على مدود الهدف. أن الطالب ممكن يقعد 20 سنة يسأل نفسه كيف أطلب وماذا أطلب، صحيح. الذي يقف في موقف الأتوبيس أروح فين وأركب إيه، هو مش عارف حتى الآن، ومش مستعجل، يعني هو شايف ان لسه قدامه وراح كثير جدا، علماء كثيرون، ولما ان شاء الله ربنا يحتاجوني ولا حاجه ربنا اعمل حاجه، فده ممكن يعطي العمر يتفرج على العربيات في الموقف مش يركب ولا يعمل. لكن المستعجل بيركب اي شيء وبيسلك الطرق المتاحه له على اي قدر كان، نعم. يعني بعض الناس منتظر تاتيه معجزه فيصير عالما بها، فهو متلكع في الطريق ماشي يتلكع،
النهارده مش عارف اصل الشيخ ده مش عارف عنده ايه، والشيخ ده عنده بدعه كذا، والشيخ هذا عليه، والشيخ هذا لا، وعمال ينقف المشايخ واقف بيتفرج عليهم بقاله كام سنه ومش هيوصل لحاجه. وهذا شانه كما قال القائل: اذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فاخذك للعلم قل لي متى. انت تتعلم متى نقضيها بقى تفرج على المشايخ ونقد لاهل العلم. فطالب العلم ينبغي ان يصنع كما ويتعلم من الشيخ محمد عمرو، هو علم العنايه. الشيخ محمد لم يكن ممن يرغون للروايه ولكن كان ممن همه الرعايه، فربما يجلس في الحديث الواحد سنوات طويله وهذا لا يصبر عليه احد فيما اعلم. يعني الشيخ محمد كتبه التي اخرجها للناس معدوده، وكان الحديث منها يلزمه طيله حياته. يعني الحديث يظل في عام واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يتكلم، وقد يتوقف في الحديث من أجل راو واحد فيه كلام أو فيه يعني شيء في نفسه منه لسه ما قدرش يحقق. وهذا أمر لا يصبر عليه إلا أمثال شعبة بن الحجاج وهؤلاء الكبار. الشيخ محمد أحيا سمت هؤلاء الكبار الذين ذهب الزمان بهم، وكأنه رجل سقط من القرون الأولى. يعني يذكرنا فعلا بما صنعه شعبة رحمه الله تعالى فيما رواه ابن حبان في المجروحين وابن عدي والخطيب وغيره من طريق أبي الحارث نصر بن حماد الوراق. قال: كنت بباب شعبة فحدثت بحديث، قلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وساق حديثا في الوضوء. فخرج شعبة وهو يحدث بهذا الحديث، وكان مع شعبة عبد الله بن إدريس. فلما سمع نصر بن حماد يحدث بهذا الحديث هكذا بسهولة ضربه شعبة على وجهه، فجلس يبكي. ثم دخل الدار وخرج بعد قليل فرآه يبكي، فيقول فقال لابن إدريس: أما زال يبكي؟ لسه بعيط؟ قال: أنت ضربته، يعني أوجعته أمام الناس، رجل شيخ كبير معروف الناس تعرفه وتهينه أمام الخلق جميعا. فقال: إن هذا مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه. ثم قال شعبة: أنا سمعت هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي، هو شيخ شيخي في هذا الحديث. فلما حدثني به وقال حدثنا عبد الله بن عطاء أو عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق الحديث، قلت له: يا أبا إسحاق، سمعت عبد الله بن عطاء؟ وكان أبو إسحاق مدلسا قد يروي حديثا عن شيخ سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه يعني. فقال له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فقال: نعم. قال عبد الله بن عطاء: سمعه من عقبة بن عامر؟ فقال أبو إسحاق: أسكت، مش هقول لك يعني. فقال شعبة: أخبرني وإلا مزقت عنك كل ما حدثتني به. وكان شعبة حريصا في التدليس، وكان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. كان حريصا على الحديث جدا. فكان في المجلس مسعر بن كدام. فقال يا أبا بسطام لشعبة بن الحجاج: لا تزعج الشيخ، عبد الله بن عطاء حي يرزق، قاعد بمكة، اذهب إليه، هناك هو دهما في البصرة ودك في مكة. لكن هو يرى أن هذا الأمر طبيعي أن هو يقول له من حاجة زي كده، هو مش هيقول له إزاي أروح مكة عشان أسأله عن سؤال زي كده بسيط عن سماع رجل من شيخي. فذهب شعبة إلى مكة في موسم الحج، قال وكانت نية الحديث. فذهبت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء، فقلت: يا ابن عطاء، حديث عقبة بن عامر الذي يحدث عنك أبو إسحاق السبيعي، سمعته أنت من عقبة بن عامر؟ قال: لا. قلت: ممن سمعت؟ قال: من إبراهيم بن سعد. قلت: أين؟ قال: إبراهيم بن سعد لم يخرج من المدينة هذا العام، اذهب إليه. فذهب إلى المدينة فلقي إبراهيم بن سعد، فقال: يا إبراهيم، حديث عقبة بن عامر سمعته أنت من عقبة؟ قال: لا، هذا الحديث خرج من عندكم، جاي من بلدكم. قال: عمن؟ قال: حدثني زياد بن مخراق. فركب شعبة إلى زياد بن مخراق على العجل، فدخل عليه وكان قد طال شعره ووسخت ثيابه وصار يعني شكله صعبا. فلما رآه زياد بن مخراق قال له: ما تبغي يا أبا بسطان؟ قال: حديث عقبة بن عامر الذي يحدث به أبو إسحاق السبيعي، سمعته أنت من عقبة بن عامر؟ فقال: لا أخبرك حتى تغتسل وتمتشط ثم نتكلم. فدخل الحمام واغتسل وتمشط ثم جاء، فقال: يا أبا بسطان، هذا الحديث لا ينفعك، مش سكتك يعني. قال: حدثني به. قال: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. فقال شعبة: دمر على هذا الحديث، أو دمر علي يعني شهر بن حوشب هذا الحديث، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من مالي وأهلي وولدي. الله. فشعبة يصعب عليه بعد هذه الرحلة في حوالي ست شهور أو أكثر أو أقل
يتأكد من سماع رجل من شيخه، سبحان لا يتأكد من صحة الحديث على بعضه، الحديث في اختلاف ضعيف نعم. في الآخر بهذا الإسناد ضعيف، ولكنه أصله في صحيح مسلم من رواية بعضهم يعني عن نعم. عن عقبة بن عامر نعم. ومن حيث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فشعبة أتعب نفسه 6 أشهر في تثبيت سماع رجل من شيخه، فصعب عليه أن يرى مثل هذا الغلام، مثل هذا الرجل الراوي يرويه هكذا بعلته بسهولة، فلم يتملك أن ضربه، وهذا أمر ليس بكثير على مثل شعبة. فالشيخ محمد عمرو رحمة الله تعالى عليه أحيا مثل هذا الأمر، هذه السنة، هذه السنة، سنة التثبت والتوثق والصبر على الأحاديث، الصبر. ولهذا كان الشيخ لا يتكلم كثيرا في مثله، لا يكتب كثيرا، وإذا سأله سأل على عجل قد لا يجيبه يعني. نعم. حضرتك لو تذكر كتاب كشف المكنون الذي أسعدتمونا وشرفتمونا بالتقديم له، نعم. كنت عرضته على الشيخ محمد لينظر في أحاديثه، نعم. لأني كنت صنفته على عجل في 10 أيام، نعم. حتى أسد يعني على هذا الرجل المتكلم هذا، نعم. سريعا يعني، نعم. فقلت أدفعه للشيخ حتى ينظر فيه ويثبت ما فيه، وغالبه أحاديث معروفة أنها منكرة لأنها من طريق نعيم بن حماد وهو معروف يعني عند أهل الحديث. فأخذ الشيخ الكتاب وظل عنده شهورا طويلة، ثم بعد عام أو أكثر أعطاني منه ورقة ورقتين، وطبعا ذهب الباقي يا سيدنا، قال الباقي والله أصل في حديث في الكتاب أو حديثان فيهم رجل أنا ما زلت أبحث عن حاله، طب يعني متى ينتهي البحث؟ قال يعني، فطبعا أنا ما صبرت لأن لو كده ما كانش كتاب هطلع حتى الآن، حتى الآن ما كانش هيطلع، وكان هناك مهمة ينبغي أن يخرج الكتاب حتى يرد على هذا الرجل. ثم الشيخ من عجيب أمره وصبره على هذا الأمر الذي يصف عليه أمثالنا يعني، أنه يعني ربما كما قلت يجلس معه الكتاب الذي أو الحديث الذي ينظر فيه عاما وعامين وثلاثة وأربعة ويحفظه كاسمه، لا يكتب هكذا ويلقي للمطبعة ثم إذا سئل يقول ارجعوا للكتاب، لا، هو ما يكتبه الشيخ في كتبه يكون قد طبعه قبل على قلبه. الله أكبر، رحمة الله تعالى عليه رحمة الله، هذه نادرة في هذا الزمان. صحيح، أنا أذكر أول لقاء لي بسيدنا الشيخ رحمة الله عليه، ولست من الملازمين له، فتني بذلك خير كثير يعني. ذهبت إليه في التأصيل مرة، وكنت أبحث حديثا، هذا الحديث ليس له إسناد إلا عند الخطيب عدل فقط، الخطيب عدل كرواه في بعض كتبه بإسناد يعني غير مشهور، فسألت الشيخ عن راو ليس له ترجمة إلا في كتاب واحد فقط، هذا الكتاب أظن تاريخ قزوين أو كتاب بعيد يعني المنال، ليس من الكتب اللي هي بين أيدي الطلبة دائما يعني. فسألت الشيخ عن ترجمة راو منه، فقال لي الشيخ على البديهة ترجمته والحكم عليه، وقال هذا في كتاب كذا، وهذا لا يصنعه أحد بسهولة صراحة يعني، نعم. الذي يمارس مثل هذا الأمر ويعرف بعضا من 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 حال علم الحديث يعني يستصعب أن يصل الرجل وهكذا. الشباب يعملوا إيه طيب؟ يعني نقول للشباب إيه؟ يعني الشباب الصبر بقى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام في فلاح، أو كما قال المتنبي ذي المعالي فليعلوا من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالة، شرف ينطح النجوم بقرنيه أو بروقيه، وعز يقلقل الأجبال، مثل هذا هو الطريق، طريق الصبر وعدم التعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، نعم. هذا الإسهال المفرط الذي نراه الآن من هؤلاء الطلبة الذين في أول الطريق أمثالي، ويكتبون كتابات هي أكبر من مستواهم، ويحكمون على أمور ينبغي عليهم التمهل فيها كثيرا، ولو صبروا لكان خيرا لهم، ينبغي عليهم أن يكبحوا جماح أنفسهم. الحديث شهوة، علم الحديث هذا والكتابة شهوة فعلا يعني، حظ نفسه يعني، نعم. عبد الرزاق لما دخل مكة ووقف مرات، جلس في مجلسه لم يأتيه أحد من الناس، قام وتعلق بأستار الكعبة وأخذ يبكي ويقول أي رب، أمحدث أنا؟ أمبتدع أنا؟ أين الناس؟ الناس راحوا فين؟ ما فيش حد جاي لي. فمر به أحدهم وقال يا عبد الرزاق لا تنزعج، لقد دخل مكة أبو رجاء قتيبة بن سعيد البغلاني، وغدا ينصرف فيأتيك الناس. فقال سريت عني، الحمد لله، سبحان الملك، يعني الأمر كان عظيما عنده، سيقعد معهم حدش يعود له شهوة، نعم. هذا الشهوة كان يخاف منها على العلماء، ولذا كان بعضهم يقول إذا حسن حديثك فاسكت، لازم توفق في الكلام وتبقى كويس، اقعد ساكت بقى وخلاص حتى تكبح جماحة هذه الشهوة. يعجبك، نعم. نعم، فهؤلاء الذين تسرعوا في الأمر ينبغي أن يتصبروا، لأن كثيرا من مشايخنا الكبار أمثالكم لعلمونا أنه بعد وقت ما يعني في أول الأمر اختلف الأمر بعد ذلك، وكثير منهم يقول غسلت يدي من كتب كثيرة صنفتها قبل ذلك. أي والله، كثير. الشيخ محمد نفسه كتبه ألفها في أول أمر قصص المستقيم وبعض الكتب هذه، الشيخ رجع عما فيها تماما في آخر حياته، نعم. وود أن لو لم يكن صنف الشيخ الحويني كذلك، نعم. نعم، كتب كثيرة يكتبها، ثم على هذا يقول لقد رجعت عن هذا الكلام، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت كذا. فاحنا لنا بهؤلاء عبرة، ينبغي نتعلم، السعيد من يعظ بغيره،
احنا لازم نبدا من حيث بداوا، لا نبدا من حيث انتهى هؤلاء. كثيرا ما اقول المثال ده، ان بقول للشباب يا ابني الطريق ده اخره سد، وهو يصمم انه يمشي يروح لحد الاخر ويخبط دماغه في الحيطه ويرجع دماغه عليها الدم ويقول فعلا اخره سد. طب قلنا لك من الاول يا ابني. وهي دي، وهي قضيه التسرع والاستعجال. ف يعني فعلا نصيحه الشباب بالصبر، لان هذا العلم تحديدا علم المصطلح، علم المصطلح الحديث يحتاج الى صبر وإلى طول وقت. نعم. وإلى طول وقت وطول زمان وحفظ ومراجعة وسهر ومذاكرة. حين كنت في المملكة العربية السعودية في أول أمري، نعم، وذهبت لأطلب علم الحديث، نعم، من أحد المشايخ، نعم، فقال يا بني والله هكذا بالحرف، إن هذا العلم لم ينبغ فيه أحد من العرب، سبحان الله، لقلة صبرهم، نعم، وإعجابهم بأنفسهم. فانظر إلى الأسماء، البخاري، نعم، مسلم، نعم، الترمذي، نعم، النسائي، نعم، ابن ماجه، كلهم ليسوا من العرب، نعم، صحيح. لكن طبعا نحن نعلم ان نبغى من العرب كثير، الامام احمد والامام الشافعي وغيرهم، نعم، هؤلاء نوابغ ايضا في هذا العلم، كثيرون جدا. نعم. لكن يعني لعل قصد الشيخ في المتاخرين، صحيح، في المتأخرين. نعم. فلذلك نقول ان هي فعلا ان هو الشاب معجب بنفسه ومغرور ونحن لا نتكلم على عموم الشباب، لكن نتكلم على من ابتلي بهذا المرض. صحيح. يحضرني قصة عزكم الله، فضل، جرت لمحمد بن مسلم بن وارة، وكان محمد بن مسلم بن وارة من أنبغ الناس، كان غلاما يعني لقنا ثقفا معلما حافظا، نعم، ولكنه اعتد بنفسه جدا، نعم، وكان يشعر بذاته يعني، نعم. فلما دخل على الشاذكوني، دخل وجلس في مجلسه وأراد أن يظهر نفسه، فأخذ يتفاصح، نعم، ويعني يتكلم بكلام كبير، نعم، حتى يلتفت له الشاذكوني، نعم، فالتفت إليه وقال من أنت؟ تعملت تلمض لي يعني أنت مين؟ آه. فقال أو تعرفني؟ أما بلغك خبري؟ أما جاءك أمري؟ أما تسمع عني؟ فقال لا والله، من أنت؟ قال أنا ذو الرحلتين، أنا فلان وفلان، وأخذ يمدح نفسه بمدح عظيمة جدا، وهو غلام صغير. فقال من أنت؟ قال أنا ابن وارة. قال ما عرفتك، ما وراءك؟ قال أنا أحفظ الحديث. قال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، من رواه؟ فقال ابن وارة حدثنا بعض أصحابنا أبو نعيم وأبو وقبيصة. فقال الشذكوني احملوه واضربوه 50 درة. فمسكوه على ضده 50 درة، ثم قال افردوه، هذا يقول على مشيختي أنا بعض أصحابنا، فهذا لو حدثته أنا بحديث لخرج وقال حدثني بعض غلماننا. ثم أمر به فأخرج على وجهه ولم يحدثه بحديث. يريد أن يربيه، نعم، يريد أن يربيه. كان بوسعه أن يقول والله غلام نابغ ما شاء الله طيب، حتوه وأعدوه فهموه، بعد كده ما عرفش يكلموه بعد كده خالص يعني، هو صحيح في الأول بس هيفتحوا له الباب، بعد كده هو سيطعن في من زكاه هذا. لكن الإمام النووي في مقدمة، نعم، المجموع كان لا يحدثون أو لا يعلمون الطالب العلم حتى يختبروا زهده وعبادته سنين. صحيح. وهكذا كان أهل الكوفة، أهل الكوفة كانوا لا يحدثون الناشئ حتى يتنسك 20 سنة، ولهذا بعض أهل الكوفة من الكبار لم يدرك الصحابة ولم يروي عنهم، لأنه كان مشغولا بالتنسك ساعة ما كان وقت الحديث عنده، لسه ما بلغش رتبة المحدثين. يعني بعض أهل الكوفة من التابعين أدرك الصحابة كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أو أهل البصرة، ولم يسمع من أنس ولا حديثا، وكان يلتقي بأنس لأنه كان في وقت التعبد، ما كانش لسه تربى علشان يسمع ويروي. فالأمر عندهم كان في غاية الأهمية، وهو أمر حيث عموما أمر كما قلت يعني يأخذ بالألباب حتى، نعم، حضرتك. حتى إن أبا الحسين ابن فارس يقول قال لي ابن العميد، نعم، الوزير ابن العميد، أي الوزير، نعم، يقول ما كنت أعلم أن في الدنيا لذة ولا متعة أحلى من الوزارة، حتى حضرت مجلسا جمع أبا القاسم الطبراني وأبا بكر الجعابي بحضرتي، وكان يتناظران، نعم، وكان أبو القاسم الطبراني يغلب أبا بكر الجعابي بكثرة الحفظ وعلو الإسناد، وكان الجعابي يحفظ يغلبه بذكائه وفطنته وتصرفه في القول، نعم، حتى مل الجالسون لا يقضى لأحدهم على الآخر، محدش، نعم، عارف يوصل لحاجة، هذا يضرب هذا يلقى هذا يضرب يلقى هكذا حتى طال المجلس. فقال أبو بكر الجعابي أنا الآن أغلبك سأعطيك ضرب القضية يعني، نعم، عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد إلا عندي، نعم. فقال الطبراني تكلم قول. فقال أبو بكر الجعابي على الفور حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق حديثا، نعم. فضحك الطبراني
وقال أنا سليمان بن أيوب. خذهم عاليا. نعم، وعني أخذه شيخك أبو خليفة، فاسمعه مني حتى يعلو إسناده. وفرح فرحا شديدا، فقال ابن العميد: وددت أني لم أكن وزيرا وأني كنت مكان الطبراني. نالتني فرحة الطبراني هذه. نعم، وأخذ بمثل هذا الحظ الماتع. الله أكبر. فهذا أمر يعني صحيح، هو مغري، مغري خاصة لمن تمكن منه، لكن ينبغي عليه حتى يصفو له الحديث وحتى يفتح الله تعالى عليه أن يخلص وأن يتقي الله وأن يتصبر وأن يمسك لسانه وأن يكف يده ولا يتسرع في التصنيف حتى يجيزه أهل العلم. ولا بأس أنه عندما يكتب شيئا يعرضه على المشايخ. نعم. ولا يستعني هذا حتى لو كبر. يعني مسلم الحقيقة لما ألف الصحيح ما أخرجه للناس، إنما عرضه على مشايخ، على أبي زرعة وأحمد بن حنبل وعلى أبي حاتم وعلى ابن ورى وعلى فلان وعلان، أربعة من مشايخه، حتى يجيزوه وهو مسلم. الإمام مالك أو الإمام الشافعي أحدهما يقول لم أفتي حتى الإمام مالك عشرون. حتى قال لي 70 من. نعم. أهل العلم أفتي يا أبا عبد الله. نعم. فقد أنا لك أن تفتي. نعم. قيل له: ولو قيل لك لا تفتي؟ قال: لا، ما كان يحل لي أن أفتي. صدقتم. نعم، عزك الله. الشاهد أن أنا برضو أستخرج فائدة أخرى بعد الصبر والحذر من أمراض القلوب، من العجب وحب الشهرة وحب الظهور، أن أستخرج أخرى وهي احترام الأكابر. نعم. وتوقير العلماء. نعم. والاعتداد بأهل الفضل. نعم. والرجوع إلى أهل السبق في هذا المضمار، في هذا العلم. يعني ننصح بها إخواننا. ثم لنا أن يعني أن نسأل الشيخ، هؤلاء الطلبة الذين يسلكون طريق طلب العلم متى يتصدر؟ لا يتصدر الطالب حتى يجيزه شيوخه، وهم أعرف الناس به. طب لو ما الشيوخ قاعد يقرأ كتب ويسمع صراحة، يبقى ما يتصدرش خالص. يبقى يتعلم أولا، يذهب إلى الشيوخ حتى يطلع على ما عنده من العلم ويجيزونه إن كان حقا. لكن هو من نفسه، نرى صراحة في القنوات الإسلامية الآن نماذج عجيبة للغاية. هؤلاء الناس ما كان ينبغي لهم أن يتكلموا أصلا أبدا، ولقد ضروا أكثر مما نفعوا. لأن كلام الجاهل حتى لو وافق الحق فإنه يضر، لأنه يعني يقع بالناس فيما لا ينبغي. فالعجيب أن إحنا كما قلنا لقلة ذوي الأهلية من المستمعين، فإنهم يحسبون كل زلطة ضرة. فيعجبهم كلام أي أحد ما دام هو بيتكلم وبيهيص ومش عارف إيه وبتاع إيه، وبيعرف يتكلم كويس وأسلوبه جميل وعجبهم ما منظره كلام ده، خلاص يبقى ده ينفع نسمع منه. والشيخ ويقول الشيخ فلان والشيخ كلام القبيل، ما كان ينبغي هذا. يعني نحن نحتاج صحيح أن يكون هناك لجنة من العلماء الكبار، فيجيزون كل متكلم، لا يجلس شخص أمام الكاميرا أو في المساجد أو على الأقل في بين الطلاب، ولا يسمح له بالكلام حتى يجاز من قبل العلماء الربانيين الذين هم أعلم الناس بهذا الشأن. لكن يجلس هذا وذاك ثم تكثر الأقوال، ما خلاص. نعم. كما قال علي: لو سكت من لا يعلم ننتهى الخلاف. إيه. هذا بيتكلم وتيجي في دماغه فكرة ولا حاجة ما لهاش دعوة بأي حاجة خالص، ويقول لك: والله وأنا وإن كان المشايخ يقولون كذا لكني أقول كذا. وأنا أقول يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم. ينبغي أن تتبع أحدا من المشايخ، يعني طالب العلم ينبغي أن لا يأتي بقول جديد لم يسبقه إليه أحد، وإلا يكون شاذا ويكون مبتدعا. قول الإمام الشافعي: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها. نعم. إمام لم يسبق إليها إمام. لا بد يكون كل واحد فعلا يعني في كل مسألة يتأكد قبل أن ينطق بها لسانه أن أحدا من أهل العلم الكبار قد تبعه، قد سبقه إلى هذا، حتى يطمئن قلبه، عشان لما يجي بعد كده يسأل يحيل. كما روى بعضهم، ولعله الخطيب أيضا روى من طريق ابن المبارك أنه قال: إذا توليت القضاء، ونقول مع ذلك والعلم وكل الأماكن التصدر، فعليك بالأثر. فقيل: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، كيف ذلك؟ قال: الأثر أنني، أو يقول لسائله: أنك إذا أقامك الله بين يديه يوم القيامة وسألك لماذا قلت كذا، تقول: يا رب، ما قلته من عند نفسي، حدثني به عبدك ابن المبارك. فيقال: تعالى يا ابن المبارك. فيقال لي: يا ابن المبارك، لماذا قلت له كذا؟ فأقول: يا رب، ما حدثته من عند نفسي، إنما حدثني به عبدك محمد بن شهاب الزهري. فيقال: تعالى يا ابن شهاب، أنت حدثته بهذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال: لما حدثته بهذا؟ فيقول: ما جئت به من عند نفسي، إنما حدثني به عبدك سالم ابن عبد الله ابن عمر. فيقال: تعالى يا سالم، أنت حدثت ابن شهاب؟ فيقول: نعم يا رب، حدثته. فيقال: انصرف أنت يا ابن شهاب، وأنت يا سالم، لماذا حدثته بهذا؟ جئت بهذا الكلام منين؟ فيقول: ما من عند نفسي، إنما حدثني به أبي عبد الله بن عمر. فيقال: تعالى يا ابن عمر، أنت حدثت ابنك سالما بهذا؟ فيقول: نعم.
فيقال انصرف يا سالم وأنت يا ابن عمر، لما قلت له هذا؟ فيقول يا رب ما من عندي، حدثني به رسولك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيقال تعالى يا رسول الله أنت حدثت بهذا ابن عمر؟ فيقول بلى يا رب. فيقال انصرف يا ابن عمر وأنت يا رسول الله قد بلغت وأديت. انتهى الموضوع، ما في حدا يتكلم في حال. عايزين نضيف بقى بعد الصبر، نعم، وعدم استعجال التصدر المحترس، واحترام الأكابر ومتابعتهم، أن نضيف هذه المراقبة. نعم، مراقبة الله عز وجل. نعم، هو يعني ذلك أن يستشعر أنه سيقام بين يدي الله. هو ذلك، وهذا الذي جرأ هؤلاء العلماء الكبار على أن يقولوا لا أدري. مالك يسأل في 40 مسألة أو أكثر فيقول في أغلبها لا أدري، وثعلب يأتيه رجل من أقاصي الدنيا بمسائل ويقول جئتك من آخر الدنيا وقد حملني قومي هذه المسائل لأسألك، فيجيبه ثعلب في مسألة أو اثنتين فقط، فيقول وبقيتها يا أبا العباس؟ فيقول لا علم لي بها. فيقول ويلك، جئتك من آخر الدنيا وتقول لا علم لي، ماذا أقول لقومي؟ فقال ارجع وقل لهم ثعلب لا يدري. فقال كيف ذلك؟ قال لو كان لأمك يا هذا غنم بعدد لا أدري عندي لاستغنت أمك، قل لهم ثعلب لا يدري، ارجع وقل لهم هذا الكلام. هذه جرأة صراحة لا يستطيع أن يقوى على هذا إلا الذي يراقب الله، يراقب الله، والذي يعرف أنه مسؤول وأنه سيسأله الله تعالى لماذا قلت كذا ولماذا قلت كذا ولماذا سكت وأنت تكلم. فالأمر يحتاج إلى رقابة وإلى يعني مراقبة لله عز وجل. قولة مالك بن دينار عليه رحمة الله، أو تحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ نعم. كيف وأن أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ نعم، الأمر لن يقف عند حد الإجابة والسؤال صحيح، الأمر بعد هذا له ما وراء، هذا أمر له ما وراءه بعد ذلك. طيب يعني ترى ترتيب الطلب بشيخ مازن، نعم، في قضية حاجة الأمة، هل ترى أن الإنسان يلم أولا بكل العلوم ثم يتخصص في علم؟ نعم، هذا هو المنهج الذي عليه السلف، السلف جميعا ما كان الواحد منهم يبدأ من البداية للنهاية في علم واحد، بل ترى العلماء الكبار لما يذكروا سيارهم يذكرون ما حفظوا كتاب كذا وملخص كذا ومذكرة في كذا ومتن كذا في جميع العلوم بداية، حتى يكون عنده فكرة، لأن كل العلوم متداخلة. يعني علم الحديث يحتاج إلى الفقه في بعض المواطن، وعلم الفقه يحتاج محدثا في بعض المواطن، والمفسر يحتاج الحديثي، وهكذا. فالطالب لو كان طالب يعني غريب عن كل العلوم ثم هو في فن واحد فقط له دراية، سيأتي على أماكن ولا يستطيع فهمها على الإطلاق، فعندئذ لا يصل في فنه هو الذي يريد التخصص فيه إلى المطلب المراد. فلا بد على الطالب في البداية أن هو يجمع شتات العلوم، يعرف من كل فن شيئا على الأقل الأصول العامة لهذا الفن، وبعد هذا يتفرد إذا شاء بالسلوك طريق ما، فذلك يعني عند هذا يفتح له إن شاء الله تعالى. لكن الانشغال والتشتت في كل علوم بنفس المستوى من طالب لا يقدر على ذلك، هذا يضيع عليه عمره. نعم. وينبغي كما ذكرتم فضيلتكم أن هو يكون له شيخ يدله ويأخذ بيده من أول الطريق إلى آخره. يعني هو الشيخ المربي، نعم، الذي يأخذ بيد طالب العلم. نعم. يعني القضية في أن طالب العلم له شيخ في الفقه وله شيخ في الحديث وله شيخ في العقيدة، أيوة، وله شيخ في التفسير وله شيخ في القرآن وله شيخ مربي. هذا بقى هو عنقاء مغرب، الشيخ المربي هذا هو الذي نحتاجه بحق. نرى كثيرا في سير السلف فلان صاحب فلان 20 سنة ولزمه 40 سنة وتعلم منه، هو الذي خرجه في كذا وعلمه كذا، هذا الآن صار مفقودا، ما عندنا منه إلا الناذر القليل. فنحن فعلا في حاجة إلى المربين، المربي هذا الذي خبر قلبه، نعم، وعرف سريرته، نعم، عرف مدخله ومخرجه، نعم، وعرف تصرفاته وأفكاره وآماله، نعم، وآماله، فهو الذي يدله اذهب إلى الشيخ فلان، نعم، اذهب إلى كذا، اذهب كذا، اعمل كذا، سوي كذا، اقرأ كذا، لا تقرأ كذا، نعم، هذا هو الذي يتعالى عليه. يعني لما نيجي أحيانا نتكلم عن الذكر، ذكر الله عز وجل، أو عن ورد تلاوة القرآن، أو عن قيام الليل، كأن طالب العلم يقول الكلام ده للعوام. سبحان الله، دي يعني صحيح. أمس كنت أتكلم في السيرة، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذكر مواقف، فأحد أخوي يقول لك الكلام ده كويس جدا للعوام، قلت له أنت إيه؟ الكلام ده كويس للعوام وأنت إيه؟ صحيح، أنت من الخواص يعني. فالقضية يعني أنا عايز بس أنبه أو ينتبه طالب العلم إن القضية مش قضية ان هو بقى طالب علم وفي حاجه ثانيه للعوام، لا، صحيح. انت تحتاج ان تربى اولا كعامي، نعم، صرت طالب علم، وان يظل معك هذا الامر الى ان، صحيح، تموت، صحيح، يعني يظل شيخك المربي معك يقودك ويدلك على الطريق الى الله عز وجل الى ان تموت، نعم، ياخذ بيدك في كل مرحله
من المراحل ويقودك فيها. بقي شيخ مازن سؤال عن هذا الطالب إذا رجى أن يكون عالما كبير، فهذه نية صالحة؟ والله يعني لا شك أن المرء ينبغي أن يتقي الله تعالى ويعني ينصح لنفسه، نعم، ويقبل على ما ينفعه ويحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يعني في 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 فيما فيما ينبغي على المرء أن يدعو به في قوله جل في علاه: وجعلنا للمتقين إماما. فينبغي على المرء أن يطمح بنفسه وأن يعني يكون له همة بحيث لا يرضى أن يكون إنسانا عاديا، يسعى بنفسه أن يكون من خير الناس وأن يكون من أعلم الناس ومن أعبد الناس ومن أتقى الناس. وإذا علم أن شخصا يفوقه في هذا غضب وغار ويتسارع وتسابق في مثل هذا الخير، هذا الذي ينبغي فيه التسابق، لكن لا يكون قصده وراء هذا العلو في العلم أو الفهم أو التقى أو العبادة التعالي على الخلق، أو أن يقال هذا الشيخ فلان أو هذا الشيخ علان، فإن هذا مما يمحق الله به بركة علمه ويضيعه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ففيهم طالب علم أو قارئ للقرآن، فيأتي به الله ويعرفه نعمه ويقول له ما صنعت فيها، فيقول طلبت فيك العلم وعلمت فيك الناس وفعلت، فيقول له كذب ولكنك فعلت ليقال هو عالم. كان كل قصدك الشهرة وأن يقال هذا العالم، العالم هذا ما شاء الله ما فيش منه اثنين، ده مش عارف بيعمل، ده بيسوي فقط، لم يكن قصدك أن تعلم الناس، قصدك إنجاء الناس من الظلمات إلى النور. فلا حرج أن المرء يكون همته عند السحاب في السماء عند الجوزاء، وبل هذا هو الواجب على طالب العلم، هو لا يرضى بدون، هذا هو الواجب، لا يرضى اطلاقا. يعني كما كان يقول عندنا المديني يقول ويحيى بن معين وغيره يقول: النزول شؤم، النزول شؤم، والعلو هو المقصود. فالمرء ينبغي ان يطمح بنظره وبقلبه ويعلق قلبه في الجوزاء، ولا يرضى الا ان يكون اعلم الناس وخير الناس وافضل الناس، لكن لا يحمله هذا على التعالي ولا يكون هذا مقصده، مش قصده ان هو يبقى احسن واحد وخلاص ويظهر ويبرز امام الناس، لكن يكون قصده من هذا العلو القرب من الله عز وجل وتعليم الأمة ودفع المهاجمين على دين على الدين ورد هؤلاء. نستفيد من الشيخ محمد عمرو أنه نعم. يعني كان حريص جدا على علم الحديث، صحيح، وقد نتساءل ليه نعم. يعني له عين، وسمعنا امبارح قوله نعم. أنا لا عايز أبقى عالم نعم. ولا عايز أبقى مصنف ولا عايز أبقى شيخ ولا عايز أبقى راوي حديث نعم. أمال عايز إيه؟ أمال بتتعلم ليه؟ حتى يقوم بالواجب الكفاية، هي دي، لا عايز يعبد نعم. ربنا نعم. هو ده ما عبد الله بأفضل من الحديث، هي دي القضية، هي عبادة نعم. هي دي القضية اللي احنا فعلا محتاجين كلنا يعني نعض عليها بالنواجذ نعم. ان يكون طلبنا لهذا العلم وعملنا في هذه الدعوة وتعلمنا لهذا العلم نعم. مش لطلب شيء خالص، وإنما فقط لطلب رضا الله، هو ذا هذا بيت القصيد، وهذا الذي يصلح ان يكون هذا، وهذا الذي تقوم به الأمة فعلا. لعلها في إشارة حديث نعم، بشر هذه الأمة نعم بالسنة والعلو في البلاد نعم، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. سبحان الله، كثيرا ما أتأمل نعم. الربط بين بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين نعم، الرفعة ومن عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا، إخلاص النوايا، إيه الربط بين دي ودي نعم. سبحان، كأن كثيرا ممن يعملون عمل الآخرة يريدون به الدنيا هم الذين يعطلون هذا التمكين، صحيح، هو ذلك فعلا، هو هذا نعم، هو هذا. فطيب شيخ مازن، علم الحديث حاجة والمصطلح حاجة تانية؟ والله يعني هو علم الحديث هذا هو القواعد، المصطلح عفوا، هو تلك القواعد التي يعرف بها صحة الحديث من ضعفه ويفهم بها كلام أهل العلم نعم. وهذا العلم يعني ليس صعبا كما يظن كثير من الناس، بل هو علم هين جدا، سهل جدا، بلغ من سهولته أن صار كل الناس يحسنه في وقت ما، كان في الزمان الأول يعرفه الصغير والكبير، حتى إن الخطيبة وغيره لا يرون قصة ذلك الرجل الطفيلي التي حدث بها أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي شيخ البخاري، قال: كان لي جار طفيلي فكنت لا أدعى إلى وليمة ولا غيرها إلا ويتبع. طفيلي يعني متطفل متطفل نعم، يا رجل بيزن نفسه كل حاجة، يحشر نفسه كل حاجة، خاصة في العزائم والأكل يعني، ده الطفيلي نعم. فيقول: ما أدعى إلى دعوة إلا ويتبعني، فيكرمه الناس من أجلي، يحسبونه من أصحابي نعم. فضجرت منه وقلت: لكأني بالأمير القاسم الهاشمي أو ابن القاسم الهاشمي، يعني يصنع شيئا فيدعوني فيخرج معي فلا أفضحنه سائر اليوم.
قال فما أتممت فكرتي إلا وجاءني رسول الأمير يقول للأمير يختم بعض ولده ويدعوك لحفل صنعه لهذا ووليمة، فما هو إلا أن لبست ثيابي وخرجت فإذا صاحبنا على الباب متأهب جاهز يعني. قال فسرت فسار خلف، ما عرفش شم، عرف إزاي ما عرفش يعني، كأنه يشم. قال فسرنا فدخلنا، فلما وضعت الموائد رفعت صوتي وقلت حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل سارقا وخرج مغيرا. وسكت، أردت أن يعني أعرض بالرجل وأقول له تلقى كلام من غير ما تدعي يعني. قال فقال لي على الفور أنفت لك يا أبا عمرو، أنا أستحي لك يعني، مش مكسوف من نفسك تحدث بهذا الحديث على مائدة سيد من أطعم الطعام؟ والأمير يضره مثل هذا؟ ما يأتي العالم كله يأكل، المشكلة يعني عند الرجل ده يأكل بلد كله، أمير البصرة. ثم أما تستحي من الله تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك، وتأتي بخبر يخالف إجماع المسلمين؟ فإن المسلمين أجمع قد أجمعوا على أنه لا تقطع يد الداخل بغير إذن ليأكل من طعام قوم، فكيف يكون سارقا ومغيرا ثم لا تقطع يده؟ لا شك أن هذا خلل يخالف الإجماع. ثم أين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج، عفوا هذا الأول كان عن نافع ابن عمر، وهذا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة، طعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. قال أبو عمرو فألقمني حجرا فلم أدري ما أقول له. ده طلع راجل محدث وفقيه في نفس الوقت، فقيه محدث عالم بالأسانيد عالم بالرجال. فلو أن علم الحديث يعسير لما تعلمه مثل هؤلاء الطغام، هو لا يعرف لا اسمه ولا وصفه هذا الرجل، سبحان الله. فالأمر هين، لكن القضية أن بعض الناس يضع بينه وبين العلم حاجزا، هو بصعب على نفسه الأمر، يقول لك أنا مش عارف، مش أفهم حاجة، مش هوصل لحاجة، ما بفهمش. طب يا أخي يعني تظن بنفسك خيرا، طب جرب ادخل بس واسمع. ولو جلس هؤلاء وسمعوا لكان خيرا لهم، لكنهم يعني عزفوا بأنفسهم عن الخير كله. جزاك الله خير يا شيخ مازن، سعدنا بك والله واستفدتوا، سامحنا، جزاك الله خير، تعلمتوا، عدينا، الله يبارك يعني أتحفك وأتحف المشاهدين باتصال بشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا وكبيرنا سمحت الشيخ وفضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل. ويعني لولا أنه نهاني وألزمني وألجمني لكان من حقه أن نذكر في الثناء عليه ووصفه بما يحق له ويجب له لذكرت الشيء الكثير. فمع فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. شكر الله لك سيدنا. بارك الله فيك. سيدنا ما زلنا في قضية فضيلة الشيخ محمد عمرو عليه رحمة الله وبركاته، ويعني نريد أن نسعد ونتشرف ونشنف أذان المشاهدين بأن تذكر لنا حضرتك كانت علاقة حضرتك مع الشيخ وحضرتك تعرفنا بالشيخ. الحمد يعني لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنا أعرف فضيلة الشيخ محمد عمرو رحمه الله تعالى من منتصف السبعينيات، حيث كنت ألقاه في ذلك الوقت بصفة أسبوعية في منطقة الطالبية بالهرم، كان لي وقتها محاضرات أسبوعية هناك، وكان كثيرا ما يعني يفيدني بالتعليق على الناحية الحديثية في الدروس يعني. لكن مضت سنون طويلة نتيجة ظروفي وما يعني مررت بها، فما حصل اتصال به، لكن كنت بين وقت وآخر كنت أحيل عليه طالب العلم الذي يرغب في دراسة الحديث الشريف وعلومه. وأيضا مما أذكره من المواقف التي استفدت منها أنه كتب إلي رسالة مطولة عقب إصدار أول طبعة من أذكار الصباح والمساء، راجعني في بعض الألفاظ وبعض الروايات، واستفدت كثيرا في يعني من ملاحظاته يعني. وكنت ألقى أحيانا في معرض الكتاب، لكن انقطعت عنه مدة طويلة، لكن منذ سنة وهو قد بادر جزاه الله خيرا بالتواصل عبر الهاتف، وكان بيننا اتصالات مستمرة إلى ما قبل شهرين أو ثلاثة تقريبا يعني، عليه رحمة الله. طب رأي حضرتك في علم الشيخ؟ والله هو الشيخ محمد عمرو الحقيقة مش يعني
أنا بشعر أنه في هديه وسمته واتباعه لهدي السلف يعني كأنه يعني قذيفة انطلقت من القرن الثالث لتستقر في القرن الخامس عشر. الله أكبر. يعني الشيخ عمرو حقيقة رحمه الله تعالى هو فعلا شخصية فذة يندر جدا أن يتكرر، إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه أعطي صفات تقريبا كل من عرفه عن قرب لا يختلف اثنان أبدا في يعني هذه الصفات، فهو رجل من أهل الحديث، وكأن حب الحديث والسنة يعني خلط دمه ولحمه، كان شديد الغيرة على السنة كأنه حارس لها. يعني الله أكبر. الشيخ رزق قلبا رقيقا كرفيقا لينا، والله تعالى أعلم، يعني كأنه قلب عصفور، ما شاء الله، ونفسا يعني نقية كأنه صفاء اللبن يعني. وهذا شيء يعني أنا أقول أحسبه كذلك ولا أذكر الله أحدا، لكن كل من يقترب من الشيخ كان يعرف يعني هذه الخصلة للقلب الرقيق، القلب البريء، ما شاء الله ما شاء الله، يعني سلامة الصدر، ما في غل ولا حقد ولا طغينة ولا حسد، يعني فيه كان يتمتع بصفاء السرير أحسبه ما كذلك شاء الله رحمه الله تعالى. ما شاء الله. التواضع، يعني التواضع غير متكلف حقيقة، وفي غاية البساطة في تعامله مع الناس. الأمر العجيب جدا أيضا بغضه للشهرة، يعني كان يحب الخمول، والخمول مش معناه بمعنى الذي نعرفه الآن الكسل، لا الخمول في هذا السياق هو كراهية الشهرة. حتى أني يعني بعد موته رحمه الله تعالى حمدت الله أنه لم يوصي ألا يثني عليه أحد في بعد مماته كما كان يفعل في حياته. أي أيوة والله، وإلا لأوقعنا جميعا في حرج. أي أيوة والله. يعني أيضا الشيخ تميز بالذكاء المتوقد، ما شاء الله، وحدة الذاكرة بصورة نادرا ما توجد عند إنسان. يعني يمكن الجين الشنقيطي بقى اشتغل هنا. نعم نعم، لأن الشيخ تعود أصوله إلى الشنقيطة، يعني أصوله شنقيطية، ما شاء الله، والشنقيطة مشهورون بحدة الذاكرة، نعم، يعني وقوة الحافظة. نعم. والشيخ كان آية في الحفظ والاستحضار، خاصة في علم الجرح والتعديل وعلل الأحاديث وهذه الأشياء. الله أكبر. وكان أي سؤال إنسان يسأله يجيب على طول. يعني أنا أذكر مرة سألته على حديث اللي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفترقون حتى يقرأ بعضهم على بعض سورة والعصر. نعم. فيعني قلت له من صححه؟ فقال الدميري في حياة الحيوان. يعني الله كانت أجوبته يغوص في الكتب ويستحضرها بسهولة غريبة الحقيقة. شيء عجيب ما شاء الله. كان يتميز بالدقة والإتقان والتحري الصدق. يعني هو حقيقة يعني أيضا من الصفات الجميلة في الشيخ ما ذكرته أنت جزاك الله خيرا في الجنازة، أنه رجل لم تغيره الدنيا حقا. يعني نحسب أنه ما تغير الدنيا، ما غيرت فيه شيء، هو من 30 سنة هو نفس الشخص بدون أن تنال منه الدنيا أو ينال منها، رحمه الله تعالى ورحمه عليه الله. رحمة الله ورحمة. شيخنا أنا الآن أنا غيرته، فأنت تمدح الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا أشهد للشيخ بمثل ما قلت شيخنا، وأنا وراك يعني ألزم غرزك، وأشهد أنني شهدت وكنت من القرب من الشيخ فضل الله عز وجل المكان، وأنا كانت آخر مكالمة تليفونية قبل وفاته بيوم واحد، لكن أنا غيرت أنك تنهاني عن المدح ولك حق علي أن أمدحك ثم تمدح أنت الشيخ. والله أنا يعني فيما يتعلق بالمدح، وفي فرق بين ما نتكلم عن المدح، مدح الحي، مدح الإنسان في حياته، وبين مدحه بعد وفاته. يعني الأصل أن تعرف حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب، صلى الله عليه وسلم. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يثني على رجل في وجهه قال ويحك قطعت عنق صاحبك. وفي الحديث أيضا إياكم والتمادح فإنه الذبح. ولما مدح النبي عليه الصلاة والسلام الشيخين رضي الله عنهما قال لعلي يا علي لا تخبرهما. كذلك أنس رضي الله عنه يقول بعثني الأشعري إلى عمر. نعم. فقال لي كيف تركت الأشعري؟ قلت تركته يعلم الناس القرآن. فقال أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. الله أكبر. فالأصل في الحقيقة يعني الإمساك عن المدح، خاصة إذا نظرنا إلى أضرار المدح يعني الإنسان في وجهه، لأن الإنسان قد يجازف بمدحه في أعمال قلبية كالإيمان واليقين وكذا، وهو لا يعلم ذلك يقينا،
ولذلك إن كان إنسان مادحا لا محالة فيقول أحسبه كذلك ولا أزكي الله أحدا. وربما يحمله المدح على العجب والكبر على الآخرين أو التقصير عن الازدياد في العمل الصالح والفتور في العمل، أو يحمله على الأمن من مكر الله عز وجل. واضح؟ يعني يقول محمد المشهدي: مدح الناس للعبد قبل مجاوزته الصراط كله غرور. الله أكبر. ففي خطر من الشيوع ظاهرة المدح والثناء في الوجه، والناس تتساهل في هذا، في حين أن السلف كانوا يشتدون في ذلك. يعني أبو حفص بن الحكار قال لأبي قاسم بن الحداد لما قام ليصلح له نعلة، فغضب جدا وقال: اصفعني به يا أبا القاسم ولا تفتني في دين الله عز وجل. الله أكبر. لأن مثل هذه التصرفات قد توخر إنسان في الفتنة كما يعني ذكرت. لا حول. وأيضا الغلو في المدح والإطراء هو نوع من التضليل، لأنه يعني يؤدي إلى أن الإنسان يأخذ صورة عن نفسه غير حقيقية. لكن مع ذلك هو من نقول أن المدح جائز، يعني يجوز المدح عند الأمن على الفتنة، الأمن من الفتنة، يعني على من يمدحه أو لمصلحة ظاهرة. هنا. كما حصل من عثمان رضي الله عنه في يوم دخل عليه الثوار يوم الدار. أو ممكن المدح لأجل التشجيع التربوي، يعني ثناء منضبط لأجل مصلحة تربوية. لكن نقول يعني الأصل أن الإنسان ما يكاد يوجد أحد الآن يؤمن عليه الفتنة، فالمفروض أن الشباب لا يجازف في المديح ولا يغلو، خاصة في حق الحي، لأننا لا ندري ما يختم به الإنسان. فالمنهج السلفي ينبغي أن نلتزم به كله، ولا يعني نلتزم بالبعض ونهمل البعض الآخر. فقضية شيوع المدح والمجازفة في المديح الحقيقة صار شيئا مزعجا، يعني وينبغي الالتفات إلى خطره وشيوع هذه الظاهرة. يعني جزاك الله خير سيدنا. في بعض الأحوال ممكن إنسان يمدح، يعني كما ذكرت بعض الاستثناءات، يعني ممكن حالة الاحتضار لو إنسان بيحتضر، فهذا مقام تذكره بالأعمال الصالحة حتى يغلب الرجاء وحسن الظن يعني. نعم. لكن القاعدة أن الإنسان لا يرتبط بالحي. ابن مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أما الميت بالنسبة للشخص الذي انتقل يعني إلى الدار البرزخ وانقطع يعني اتصاله بدار التكليف وختم على عمله، فلم يعد يخشى عليه فتنة. نعم. التي تخشى على الحي إذا مدح. نعم. وقد يعني أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذكروا محاسن موتاكم، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا لك. يعني اذكروا المحاسن واسكتوا عن الأخطاء أو غير ذلك، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. هذا من المحطين. لأن الإنسان إذا ذكر محاسن الموتى حث ذلك الناس على محبتهم والترحم عليهم، وفي ذلك إحسان لهم. نعم نعم. ولذلك يعني الثناء على الميت بالخير من المسلمين الصادقين، على الأقل عدد يكون اثنين يعني من جيرانه أو ذوي الصلاح الذين يعرفونه، هذا مما يوجب الجنة. نعم. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير، أو فأثنى عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، صلى الله عليه وسلم. ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت، صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت، صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض. وهذا يدل على أنها عامة وليست خاصة بالصحابة. ما شاء الله. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. يعني أيضا في الحديث: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. فيستحب مدح الميت وذكر حسناته، لكن لا يجازف الإنسان بالثناء على من لا يعرفه.
وإنما يشهد بالذي يعرفه عنه حقا من الخير، فالشهادة النافعة هي التي توافق الواقع. فيما يتعلق بفضيلة الشيخ محمد عمرو رحمه الله تعالى، يعني أعتقد أن انطلاق ألسنة الناس بالثناء عليه بهذه الصورة الرائعة، يعني أقول دعوهم فإنهم يعني مأمورون، يعني دي هذه الألسنة والأقلام كلها مسخرة، ولعل شيخنا الله سبحانه وتعالى يعني يسخرها ل يعني الانطلاق بالمديح، لعل ذلك يعني يستجلب دعوات الصالحين لفضيله الشيخ رحمه الله يرحمه ورحمه الله. ولعل جنازه الشيخ يا شيخنا شهدت يعني جمعا حافلا من العلماء والدعاء واهل السنه، فهل هناك وجه دلاله في هذا الجمع والحفل الكبير؟ يعني من المعروف كان عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان يقول: قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. نعم. رغم ان الجنازة في مسافة بعيدة جدا لا يستطيع احد ان يشيع الا بالسيارة. من مدينة نصر الى 6 اكتوبر. ولكن مع ذلك كان هذا العدد الضخم، وليست العبرة اساسا بالعدد بقدر يعني هذا النوعية، الكم الهائل من الشيوخ الافاضل وعلماء اهل السنة واهل الحديث الذين يعني تقاطروا على المكان وشاركوا في الجنازة جزاهم الله خيرا. فطبعا الدلالة يعني فضل هذا الرجل الذي نحسبه إن شاء الله كان من الصالحين، ودلالة رمزية إنه رمز لمنهج، يعني الشيخ الله يرحمه كان رمزا لمنهج، منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة والاتباع، فلا شك دلالتها كثيرة جدا يعني. طب حضرتك تركيزك على كلمة أهل الحديث بالذات، فيعني لماذا أهل الحديث؟ يعني أهل الحديث لأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية. التي يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتها فقال: هي ما أنا عليه وأصحابي. وهي الفرقة التي قال فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. فأهل الحديث كما يعني قال الأئمة يعني الكبار إن المقصود بهذا الحديث لا تزال طائفة، يعني ابن المبارك والعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم قالوا هم أصحاب الحديث. أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، فالفرقة النادية هم أصحاب الحديث. لما يعني سيدنا توضيح أكثر، يعني لما 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 سئل الرسول عليه السلام عن الفرقة النادية قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. طيب إذا لابد من تعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وليس هناك طريق لمعرفة هذا المنهج إلا النقل، الأثر، الرواية. فإذا يجب الرجوع في ذلك إلى أهل الحديث، ومن رجع إلى أو نازع أهل الحديث في هذا الاستحقاق فنقول له: لا تنازع الأمر أهله. فكما يرجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في الأمة، كما يرجع في الفقه إلى أهل الفقه، وفي معرفة اللغة إلى أهل اللغة، في النحو إلى أهل النحو، كذلك أيضا يرجع في معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وما كان عليه وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم يعني عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله. فلولا أهل الحديث لن درس علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أن يقف على هديه وعلى طريقته. فأضف إلى ذلك أنه لا يمكن أن يحصل تمكين للدين إلا باتباع منهاج النبوة، كما في حديث الرسول عليه السلام أما قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فمن الذي يعرفنا بمنهاج النبوة؟ من أولى الناس وأسعد الناس بالانتماء لمنهاج النبوة سوى أهل الحديث؟ يعني أعلى الله منارهم. فهذا هو السبب، يعني هذا هو أشرف ما يتشرف به الإنسان في هذا العصر، أن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. أي نعم. سيدنا هل يعني بعد لأن أهل الحديث يجسدون لنا يعني القدوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدنا بعد أن شهدت الأعوام السابقة يعني موت سلة من أكابر العلماء، نعم، هل يؤثر موت العلماء على مسيرة الدعوة؟ يعني هو بلا شك يعني بيحدث نوع من الفراغ، خاصة عند فقدان شخص متميز يعني كفضيلة الشيخ محمد عمرو رحمه الله تعالى، فبيحصل نوع من الفراغ. لكن يعني كما قلت يعني بالأمس، يعني احنا مش بننظر للنصف الفارغ من الكوب، لكن ننظر ايضا للدلالة الثانية، ان هذا الاهتمام وهذه اليقظة وهذه الصحوة كلها اعلان للولاء للسنة وحب السنة والتمسك بهذا المنهج.
ويعني و يعني بعث الامل في النفوس ان الرسول عليه الصلاه والسلام ضمن لنا ان هذه الدعوه باقيه، واذا كانت الدعوه لم تختل بموت رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فدعوه الحق باقيه لا ترتبط باشخاص، وتلك والموت سنه ماضيه، وتلك طريقه يعني ليس فيها باوحدي، سنة ماضية على جميع الخلق، ولكن هذه الأمة أمة ولادة ليست أمة يعني عقيمة. سيدنا كنت أدلى نسأله أين حملت الرأي، وحديث الرسول بيقول لا تزال طائفة كما قلنا هم أهل الحديث، فلا تزال هذا ضمان لاستمرارية هذه الطائفة أنها لا تنقطع أبدا. أي نعم سيدنا. طيب يعني الشباب الآن اللي احنا بنقول لهم اندفعوا لحمل الراية واخلفوا من فات من العلماء والأكابر، ألا يخشى عليهم من العجب والغرور واندفاعهم ده قد يجعل أحدهم يعني يتصدر قبل الأوان؟ يعني هل ننصح الشباب يلا يا شباب احملوا الراية، يلا يا شباب عايزك تكبر وتبقى يعني خليفة الشيخ ابن عثيمين، تبقى أنت ألباني هذا الزمان، يعني ألا يخشى من تكسيرنا لهذه الدعوة أن يفتتن بعض الشباب؟ شفاك الله وعافاك يا شيخنا، اسال الله عز وجل ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. او اسمح لي بصيغه ثانيه، يعني الفرق بين حب الرياسه و هو يعني ليس مجرد حق للشباب ان يكون عنده طموح، يعني لولا هذه الرغبه في الخير لماتت الدعوه. نعم. فمساله ان الانسان يكون عنده طموح انه يتعلم وانه يسد الثلمه التي يحدثها موت العالم، لا شك هذا من معالي الامور. نعم. وهذا علو همه لا يذم. اما التصدر قبل الاوان فطبعا يعني كما قال الشافعي من اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فالانسان لا يتصدر الا اذا اهل تاهل للعلم ونهل من معينه وشهد له بانه اهل بان يتصدر. اما قبل ذلك فغرور في غرور. لكن لا يعني اننا نخشى من العجب أن الإنسان ينقطع عن طلب العلم، علاجه مثل هذا أن يعالج نيته وأن يتأدب بآداب الشرع ويستمر في طلب العلم وفي الدعوة ونحو ذلك. أما قضية أن مثلا مثل هذا المصاب الذي وقع بالأمة وموت الأخيار والعلماء، يجي يعني واحد من الشباب يقول مالي أرتع وألعب ونحن نرى ذكر هؤلاء الشيوخ الذين يعني خدموا الدين وخدموا الدعوة يطير في الافاق، فتنبعث يعني همته الى الاقتداء بهم ويعني تجديد سيرتهم. فهذا يعني اقرب ما يكون لمبدا حب الامامه في الدين. أيوة. وليس هو من حب الرياسه. نعم. يعني الامامه في الدين، ابراهيم نفسه عليه السلام قال اني يقول واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. نعم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإني جاعلك للناس إماما، طبعا هنا يمكن أن يراد بها السلطنة أو الملك. لأنه قال لا ينال عهد الظالمين، فدل ومع أن الظالمون ينالون السلطنة والملك. أي. فدل على أنهم إنما يريد إمامة الدين. أي. الإمامة في الدين. واضح؟ فكذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الصالحين يعني يحكم بين الناس بالحق واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم. وقال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نعم. ف يعني وفي الدعاء أيضا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فاجعلنا هداة مهتدين يعني يطلب هنا الإمامة في الدين وأن يقتدى به. نعم. وكان من دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. نعم نعم. معنى اجعلنا متقين اماما يعني اجعلنا ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، يعني يكونون قدوه في الخير. فهنا الامامه في الدين وليست امامه الدنيا او الرياسه ويعني العلو. فحب الرياسه في تعظيم للنفس وسعي يعني في حظها، اما حب الامامه فانما يعني اقامه العبوديه ويعني نشر الهدايه ليكون قدوه للمتقين، فهذا لا حرج فيه والله تعالى اعلم. جزاك الله خير سيدنا. الله يكرمك. بعد اذنك سيدنا سؤال اخير، اسمح لي طولنا على حضرتك، ما تزعلش مني. طب. يعني بعد وفاه الشيخ
عليه رحمة الله، ما حق الشيخ علينا الآن؟ أي نعم، والله هو سؤال جيد. يعني أول حقوق الشيخ علينا طبعا الدعاء له والترحم عليه وذكره بالخير، هذا أول الحقوق. يعني لأن الإنسان حينما يدعو لهؤلاء الناس الذين احسبهم صالحين هو ينفع نفسه، لأن هذه المحبة هي في الله هي عبادة، والإنسان إذا أحب قوما يحشر معهم، فلعله إذا أحبهم ودعا لهم يعني يزدي إلى نفسه معروفا وخيرا. يعني من الحقوق طبعا تفقد أهله وأولاده من بعده، وكان السلف يتفقد الواحد منهم أولاد أخيه إذا مات يعني لمدة سنين طويلة ولا يقصر يعني في مثل هذا. أنا أذكر كلمة قالها بعض الصالحين، يقول أين مثل الأخ الصالح، إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. فهذه الأخوة الحقيقية الوفاء، يعني الوفاء، لأن في الحديث ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فالعبرة أيضا بحسن الخاتمة وما يكون بعد الموت حيث قد غاب أخوك. هنا الوفاء يظهر بقى، اللي هو يعني إنه يعني يفي له في حياته ويثبت على الأخوة ولا يقطعها، لأن قطعها يحبط أجرها. لكن وإذا مات أخوه نقل هذه المودة إلى أولاده وأحبابه وفاء له. وتعرفون الحديث المرأة العجوز الذي كانت تأتي النبي عليه السلام وكان يكرمها، فيقول إنها كانت تغشان أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نشر علم الشيخ والاعتراف بفضله يعني ينتفع الناس به، فبالتالي يكون هذا في ميزان يعني حسناته. فالشيخ ترك خيرا الحمد لله كثيرا في تلامذته وفي مصنفاته، وترك للناس يعني مرعا ومشربا يستطيعون أن يستفيدوا به، وبالتالي يعظم يعني ثوابه وأجره. الله تعالى أعلم. سيدنا جزاك الله خيرا، يعني أسعدتنا وشرفتنا وأكرمتنا وعلمتنا، بارك الله فيك، شكر الله لك. نسأل الله عز وجل أن يديم عزك وأن يبقيك ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. آمين. شكر الله لك شيخنا، بارك الله فيك، وعسانا نلتقي بك إن شاء الله في لقاء آخر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأشكر فضل الشيخ مازن السرساوي، نسأل الله عز وجل. مش عارف تحب نقول لك يا دكتور ولا ايه؟ مش عارف، طيب وعلم السلام، ربنا يكرمك يا شيخ مازن. ونشكر سيدنا واستاذنا ومعلمنا وامامنا فضيل الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، واستفدنا يعني كما ترون مجالسة العلماء ومحادثة العلماء ومناقشة العلماء تثمر ثمرات عجيبة جدا. وشوف كلام كالدرر يتخلل يعني لمحات ما كنا نلتفت اليها ولا ننتبه إليها ولا نعرفها. فشكر الله علماءنا وأبقاهم لنا وأطال في عمرهم ونفع بهم المسلمين. إخوتي لعلنا يعني استفدنا أكثر مما كنت أتكلم في مدارج السالكين، لكن المدارج معنا السبت القادم. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.